تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اغتيال تارا فارس ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة، وهنشوف الفيديو دلوقتي. اما نشوف بس نبذة عن اللي حصل. دي تارا فارس الله يرحمها، كانت جميلة جدا. بعد سلسلة وفيات طالت خبيرات تجميل في العراق كرفيف الياسري ورشا الحسن، وبعد يوم على اغتيال الناشطة الحقوقية سعاد العلي. وبحسب وزارة الصحة في العراق قتلت فارس 22 عاما برصاصات في الرأس والجسد، ووصلت إلى مستشفى الشيخ زايد مساء أمس الخميس وبداخل جسدها أعيرة نارية. دي تارا فارس ملكة الجمال، اغتيلت بثلاث رصاصات، ودي العربية وباين فيها مكان الرصاصات. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات حارسة مقتل تارا فارس شمعون التي تلقت ثلاث طلقات نارية، مما أدى إلى وفاتها في الحال بمنطقة كامب سارة في العاصمة بغداد. وأضاف البيان أن هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثا مكثفا في محل الحادث للتوصل إلى أي خيوط عن هذه الجريمة ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة. أنا في لقطات متفرقة من انستجرام كانت نجمة على السوشيال ميديا الله يرحمه، وعلى اليوتيوب. يذكر أن فارس من مواليد عام 1996 فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل. وهنشوف دلوقتي الفيديو لحظة اغتيالها. ويذكر مقتل فارس بخبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري اللتين توفيتا في شهر أغسطس الماضي في ظروف غامضة وفي يوم خميس أيضا، حيث توفيت خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري 33 سنة في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد الخميس 16 أغسطس 2018. كانت جميلة جدا رفيف الياسري، كانت كريمة كمان ومحبة ومعطاءة. وقال المتحدث باسم الوزارة أن الياسري نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وهي متوفية، مبينا أنه على الفور نقلت إلى دائرة الطب العدلي وأدخلت إلى ثلاجة الموتى لإجمال إجراءات الوفاة. دكتورة رفيف الياسري. وأضاف ننتظر تقرير الطب العدلي لشرح حالة الوفاة، ومن المتوقع أن يصدر بين 8 ل 10 أيام، وحتى الآن لم يصدر، بقاله شهرين الله يرحمه. وذكرت مصادر في العراق أن شعبة الاستخبارات ألقت القبض على شخصين مقربين من خبيرة التجميل والناشطة رفيف الياسري 33 سنة، والتي توفيت الخميس في ظروف غامضة بعد الاشتباه بتورطهما في مقتلها. وحتى الآن لسه تحقيقات سارية ومش معروف مين اللي قتلها، بقالها شهرين.
وأوضحت المصادر في معلومات لا يمكن لموقع إرمي نيوز تثبت منها أن الجهات المعنية لا تزال تحقق في ملابسات القضية. لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى تورط شخصين تربطهم علاقة بالطبيبة رفيف اليسري. دي من الحساب بتاعها على انستجرام. وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في بغداد سيف البدر لوسائل إعلام محلية أن رفيف نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وهي متوفية، لافتا إلى أنه تم نقلها فورا إلى ثلاجة الموتى لاستكمال إجراءات الوفاة. كانت رشيقة جدا، جميلة جدا. رفيف اليسري مواليد 1985، دكتور التجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي ومقدمة برامج عرقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، وقد تم تعيينها مؤخرا سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام. سفيرة للنوايا الحسنة. وكتبت فجر السعيد نعيا لها على الانستجرام: نفسيتي جدا تعبانة ومصدومة ومو قادرة استوعب اللي صار، احنا في غابة مو دنيا وبشر، واللي صار الدكتورة رفيف ممكن يصير لأي إنسان يحاول أن يبني نفسه ويصل للقمة في زمن قصير، فيخلق للأسف له عداوات لبشر منزوع الإيمان من قلوبهم فيقتلك أو يستأجر من يقتلك. كلنا في الطريق لأن نكون زي الدكتورة رفيف اليسري، ولكن بطرق مختلفة وأسباب أيضا مختلفة. أموت وأعرف شنو الشعور القاتل، تكتب بالدموع الكلام ده، وهو يشوفها الله يرحمها في المستشفى تلفظ أنفاسها الأخيرة، وشنو شعوره إذا شافها توارى الصورة في القبر ليس معها سوى كفنها. ألن يتذكر أو تتذكر بأن هذه نهايتنا كلنا؟ إذا لماذا التصارع؟ لماذا الخلافات؟ لماذا يحمل الإنسان في قلبه كل هذا الكم من الحقد والغل والانتقام؟ أستغفر الله العظيم. تعزي فيها من البوست اللي هي كتبت فيه: نفسيتي جدا تعبانة، الله يرحمه رفيف اليسري. وفتح خبر وفاة خبيرة التجميل العراقية رشا الحسن صاحبة مركز فيولا للتجميل في ظروف غامضة بالعاصمة بغداد الخميس أيضا المجال على مصراعيه للعديد من الفرضيات حول سبب موتها. تالت واحدة تقتل في يوم خميس. ونقلت وسائل إعلام محلية في معلومات غير مؤكدة عن زوج خبيرة التجميل أن سبب الوفاة هو ارتفاع حاد بضغط الدم، حيث كتب: زوجتي توفيت نتيجة ارتفاع في ضغط الدم. كما وردت معلومات أخرى تصف وفاتها بالطبيعية مبينة أنها ناتجة عن اختلال في خفقان القلب. يوم خميس برضو، اشمعنى يوم الخميس؟ وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قد كشف أن رشا الحسن وصلت وقت الهروب للمستشفى وهي في حالة اختناق لتفارق الحياة بعد وقت قليل من وصولها، وتم إرسال جثتها لدائرة الطب العدلي في بغداد لإجراء التشريح والوقوف على أسباب الوفاة. واتهامات بالتصفية، ودفعت وفاة كل من خبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف اليسري في أسبوع واحد من شهر أغسطس الماضي، وفي ذات اليوم من الأسبوع اللي هو يوم الخميس وبذات الطريقة الغامضة إلى فتح باب التكهنات واسعا بشأن ملابسات موتهما، بالإضافة إلى اللي ماتت النهاردة.
طار فارس، حيث أكد ناشطون وجود مؤامرة وخطط تصفية بحق كل من رفيف ورشا متهمين جهات بالوقوف وراء مقتل هما، خاصة مع تضارب الأقوال بشأن السبب. وسبق أن اتهم مالك جمال العراقي المعروف برامي أوسكار جهات بالوقوف وراء وفاة كل من رشا الحسن ورفيف اليسري معلقة قبل شوية. تلقينا خبر وفاة رشاد الحسن صاحبة مركز فيولا للتجميل، يعني ما عرف شنو اللي بيصيب أصحاب مراكز التجميل. قبلها رفيف اليسري وبفترات قريبة والحوادث لحد الآن الحكومة ما قاعدة تعلن عن أسباب الحادث وشنو نتائج التحقيق، شنو السبب. ما لا يقول إيه بقى على طارق فارس؟ معقول أكو تصفيات؟ معقول أكو شخص جديد دخل العراق يريد يستحوذ على الكل ويصفيهم؟ معقول في طرف حكومي يريد يخفي الحقائق عن العالم؟ يعني خبرات التجميل لموا شوالاتكم وسافروا مع حد يبقى في العراق، واللي يباله صالون تجميل خليه يغير يقول إني طبيب بيطري أحسن له. حاجة مؤسفة، الله يرحمه.